معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السادة رؤساء الجامعات، السيدات والسادة العمداء ومديري المعاهد والمدارس، السادة ممثلي الأمة في المجالس المنتخبة، زملائي زميلاتي الأستاذات، السلام عليكم. يشرفني أن أقدم أمام حضوركم الكريم الخلاصات والمقترحات التي توصلنا إليها بعد مشاورات مع مكونات ثلاث، المكونات التي تشكل الجامعة المغربية، وهم الأساتذة الباحثون والطلبة والطاقم الإداري والتقني. وارتأينا أن نبدأ هذه الخلاصات بالتركيز على شق أساسي وهو الطالب. هذا هو المحور الذي سنبدأ به خلاصاتنا. وبعد قبلها هناك تصميم لهذا العرض، وهي مراحل مرولة نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التميز الأكاديمي والعلمي، ثم محاور التشاور مع الطلبة، ثم محاور التشاور مع الأساتذة الباحثين، ثم التشاور مع الموظفين والإداريين والتقنيين. إذن كانت هناك جلسات عدة وورشات فتحناها للنقاش والاستماع والإنصات مع هذه المكونات الثلاث التي أشرنا إليها، مع تحديد المحاور التي سينصب عليها النقاش، وهي أولا تحديد الوضعية الراهنة، ثم التدابير العملية، وذلك كله في أفق بناء نموذج جديد للجامعة المغربية. بالنسبة للمحاور التي نوقشت مع الطلبة تتلخص في هذه العناصر، وهي الحياة الطلابية والدعم الاجتماعي، نظام التوجيه، النموذج البيداغوجي والتعليمي الجديد 4.0، ثم الحركية الوطنية والدولية، ثم التشغيل وريادة الأعمال. بالنسبة للتوجيه، وهو الذي كان فيه النقاش يعني كبير جدا، وفتحناه بأرضية أو وقفنا عليه بأرضية أننا نعرف جيدا أن التوجيه الجيد هو الذي يمكن أن يساهم في تكوين طالب جيد. كلنا يعرف بأنه الحاصلون مثلا على البكالوريا والذين يتقدمون للتسجيل في الجامعات والمؤسسات الجامعية، نجد مثلا كليات الآداب والعلوم الإنسانية أن نسبة كبيرة من الطلبة الذين يتسجلون في كليات الآداب والعلوم الإنسانية أو كليات العلوم القانونية هم طلبة حاصلون على بكالوريا علمية. هنا وجب الوقوف على هذه النقطة والبحث في أسبابها، ولماذا يختار الطالب الحاصل على بكالوريا علمية ويتوجه نحو كلية الآداب والعلوم الإنسانية أو كليات العلوم القانونية. إذن فمراحل التوجيه، أولا يجب أن تبدأ من التعليم الإعدادي، وضعنا الضوء على السنة الأخيرة من التعليم الإعدادي مع توفير قنوات التوجيه. هذه القنوات أجملناها في المؤسسات التعليمية، مراكز التوجيه داخل الجامعات، الويب وشبكات التواصل الاجتماعي، وحملات إعلامية. والمعلومات التي يجب أن توفرها المؤسسات، سواء المؤسسات الجامعية أو مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي إلى آخره، هي عرض التكوينات
حسب المدينة والمؤسسة مع وضع معايير للاختيار، ثم التنصيص على مخرجات التكوين والتنصيص أيضا على مهن المستقبل، ثم قائمة المؤسسات المعترف بها وطنيا ودوليا. إذا بالنسبة لهذا المحور، محور التوجيه دائما، إذا إحداث خلايا التوجيه لمرافقة التلاميذ بدءا من التعليم الإعدادي، تعميم وتقوية وحدات التوجيه داخل الجامعة، خلق آلية لتحديد ودعم المسار المهني للطالب. المحور الثاني يتعلق بالنموذج البيداغوجي الجديد الجيد والمرن الذي يجب أن تحترمه المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي. فأول نقطة وقفنا عندها هو نظام التلقين المفضل لدى الطلبة. كلنا يعرف أن العالم بأسره مر بأزمة صحية ويعني فرضت حجرا على المواطنين، مما دعانا إلى التفكير في مسألة التعليمية بالنسبة للطالب أو التلميذ القابع في منزله، هل يمكن أن يتابع دراسته أم ينقطع؟ فبطبيعة الحال بلدنا ارتاع إلى أننا يجب أن تكون هناك استمرارية بيداغوجية، فاستمرنا في هذه العملية البيداغوجية ولكن عن بعد. إذا استحضرنا هذا الشق واستحضرنا أيضا الأزمات التي يمكن أن 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 تكون في المستقبل، وبالتالي فضل التعليم الحضوري، وأيضا يعني تم التنصيص على التعليم عن بعد عند الضرورة. وناقشنا المهارات المطلوب اكتسابها، فوقفنا على مسألة أساسية وهي المسألة اللغوية. ونحن في مؤسسات التعليم العالي نعرف جيدا أن هناك نقص كبير بالنسبة للغات عند الطلبة، وهذا النقص في اللغات يعني يجعلنا أو يجعله عائق أمام مجموعة من الأمور التي يمكن أن يترقى فيها الطالب، ولكن هذه اللغة دائما تبقى عائقا. وأشرت إلى واحدة منها وهي الطالب الحاصل على البكالوريا علمية يعني يفضل التوجه نحو كلية الآداب ولا يكمل مساره التعليمي الذي بدأه منذ التعليم الثانوي التأهيل. إذن المسألة اللغوية أساسية وضرورية ويجب أن ننتبه إليها جيدا، ويجب أن نوفر لها الإمكانيات الضرورية من أجل إنجاح هذا الورش. هناك محاولات عدة يعني تبنيناها في المؤسسات الجامعية، ولكن في نظرا للنقص في الإمكانيات سواء الإمكانيات المادية أو الإمكانيات البشرية جعلتنا دائما نقف عند يعني نتائج غير مرجوة. ثم المهارات الأخرى التي نص عليها الطلبة وناقشناها معهم بطبيعة الحال هي يجب على الطالب أن تكون المعلوميات من ضمن الآليات التي يجب اكتسابها في التعليم العالي، ثم التواصل والمهارات الحياتية تم التنصيص عليها أيضا. بالنسبة للمسالك المطلوبة وجدنا أن الطلبة يعني يركزون على مسالك في المعلوميات، في اللغات الأجنبية، في الترجمة، ومسالك جديدة في المجالين الثقافي والرياضي، مسالك في مهن الفنون، خاصة وأننا نعرف أن بلدنا سار في هذا الاتجاه، والمعلمة الكبيرة الموجودة الآن في مدينة سلا التي أعطى صاحب جلالة تعليماته من أجل إنشائها يعني تدل أو دليل على أننا يجب أن نشجع طلبتنا في هذا الشق، وأن تكون هناك مسالك في مهن الفنون من أجل سد الخصاص الذي يمكن أن يكون في المستقبل. ثم توقفنا عند مسالك أخرى وهي مسالك تزاوج بين المعرفي والمهارات، دي فيليير دي سافوار فير.
بالنسبة للمحور الثاني نموذج بداغوجي جيد ومرن 4.0، ركزنا على إنشاء نظام معلوماتي متكامل يسهل الاستفادة من الخدمات البداغوجية ويمنح تواصلا فعالا بين الطلبة والجامعة، وهذا أيضا له علاقة بالنقطة التي أشرنا إليها في أفضلية التعليم في المؤسسات الجامعية، يعني ولها ارتباط بالتعليم عن بعد. ثم أيضا تم التنصيص على إشراك المحيط السوسيو-اقتصادي في اقتراح وخلق مسالي التكوين، وأيضا تنمية المهارات ثم تعزيز التكوينات بالتناول. بالنسبة للمحور الثالث، الحياة الطلابية والدعم الاجتماعي، وهذا أيضا كان فيه نقاش وتم الاستماع إلى الطلبة في هذا الجانب. فبالنسبة للصحة الجامعية يطلب أن يعمم الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري أمو، وأيضا بالنسبة للمنحة الدراسية الزيادة في قيمة المنحة الدراسية وتعميمها، خاصة في هنا طلبة في الدكتوراه الذي يقصى شق منهم من هذه المنحة الدراسية، يعني لهم استعطاف أن تشمل المنحة جميع الطلبة المسجلين في الدكتوراه، وقد أشار إلى ذلك السيد رئيس الجامعة الدولية بالرباط في عرضه أن الطالب في الدكتوراه يجب أن يكون هناك حافز يساعده على إتمام تكوينه ودراسته وأبحاثه. ثم بالنسبة للأنشطة الثقافية والرياضية، تعزيز بنيات الأنشطة الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضية بشراكة بطبيعة الحال مع المحيط السوسيو-اقتصادي. بالنسبة للسكن الاجتماعي والمطعمة، الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والمطعمة والرفع من خطوط النقل العمومي بالنسبة للطلبة. هذا فيها خصاص، والطلبة يلحون على هذه المسألة. بالنسبة للمحور الرابع المتعلق بالطلبة دائما، ناقشنا معهم الحركية الوطنية والدولية الموبيليتي، فوقفنا على عائق وأشرنا إليه. العائق الأول هو إتقان اللغات، أن الطالب خاصة في الشكل المتعلق بالحركية الدولية، الطالب يريد أن يزور جامعة في فرنسا أو في إنجلترا أو غيرها، ولكنه لا يتقن اللغة. إذن وجب أيضا التنصيص على هذه المسألة، مسألة اللغات التي تقف عائق. العائق الأول هو إتقان اللغة، العائق الثاني بطبيعة الحال هو تمويل هذه الحركية. بالنسبة لنا ناقشنا الحركية في أي مستوى يجب أن تكون، فتم الاتفاق على اعتماد أسدس أو سنة، ثم مشروع نهاية الدروس وتداريب وأبحاث. دائما بالنسبة للحركية الوطنية والدولية، إذا ما يجب توفيره هو إتقان اللغات الأجنبية، تشجيع الحركية بشراكة مع المجال المهني، تمويل الحركية، تعزيز اتفاقيات الشراكة الدولية لتشجيع الحركية الدولية، تسهيل مساطر الحصول على الدبلومات المشتركة، ثم تحديد مساطر عروض منح الحركية وإمكانية الاستفادة منها. بالنسبة لمسألة التشغيل، نوقشت بنوع من الاستفاضة، لأنه مشكل أساسي بالنسبة للطلبة الذين يتخرجون من مؤسسات التعليم العالي، فاستقر الرأي على التوجيه والمساعدة في إعداد ملف الترشح للإدماج في سوق الشغل، الحصول على مهارات تساعد الطلبة في الحصول على وظيفة، وحتى ممثلة السي جي إيه أشارت إلى هذه المسألة في كلمتها، ونحن أيضا واعون بهذه النقطة. يجب أن يتوفر الطالب الذي يتخرج من مؤسسات التعليم العالي على هذه المهارات. المحور الثالث هو محور التشاور مع الأساتذة الباحثين، وبطبيعة الحال كان هناك شقين في هذه المشاورة مع
هيئة التدريس، هناك شق متعلق بما هو بداغوجي وشق متعلق بالبحث العلمي. وتركزت هذه التشاورات والمشاورات على تركيز البحوث العلمية على قضايا التنمية ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والجهوي. النقطة الثانية هي تقطير جيد يعزز التميز الأكاديمي والعلمي، ثم تمويل برامج البحث العلمي وتعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار. هنا الأساتذة كان لهم رأي أن هناك مجموعة من النتائج التي يتوصل إليها في المختبرات، وهناك مجموعة من براءات الاختراع، ولكن تبقى حبيسة، إما حبيسة جامعة أو ستبقى حبيسة القطب الذي تم إنشاؤه اليوم، بمعنى أنه يجب التفكير في مسألة يعني إخراج هذه البراءات، براءة الاختراع ونتائج الأبحاث العلمية، لنرى ما هو أثرها على المجتمع وعلى أرض الواقع. إذن كانت هناك توصيات، من بينها أولا تنويع منصات للتحليل على المستوى الجهوي للاستجابة لمتطلبات المختبرات الجامعية، اعتماد نهج تشاركي في اختيار المحاور الرئيسية للبحث العلمي، إنشاء واجهة لرصد واستشراف المشاريع التعاونية بين الجامعة والمحيط السوسيو اقتصادي والمجالس المنتخبة، تعزيز الروابط بين الجامعات والبيئة الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز مساهمة الجهة في تمويل البرامج البحثية للجامعة، تطوير تصور جديد لدعم البحث العلمي بالجامعة، واقتراح تكوينات في الدكتوراه ذات وقع على التنمية المستدامة وتدبير الشأن العام. بالنسبة للشق المتعلق بما هو بداغوجي الذي يعني نطمح إلى أن يعزز التميز الأكاديمي، وأولا اعتماد نظام STS لتسهيل حركية الطلبة والشهادات المزدوجة. هنا أيضا لدينا مشكل بالنسبة لنظام LMD بالنسبة للليسونس، بالنسبة للإجازة. نحن في المنظومة العالمية تقريبا للتعليم العالي، ولكن ينقصنا يعني شق واحد في الليسونس وهو الكريدي. كم من طالب يحصل على إجازته ويتوجه لاستكمال دراساته في دولة تعتمد نفس النظام، ولكن يطلب منه إما أن يعيد الإجازة في البلد المتوجه إليه، أو لا يقبل للتسجيل مثلا في الماستر. إذن يجب أن نعيد التفكير أو ندمج لزويستي في منظومتنا LMD. ثم مواكبة الأساتذة الباحثين في كل ما يتعلق بطلبات مشاريع البحث الوطنية والدولية، تحسين النظام الأساسي للأستاذ الباحث والارتقاء به ومراجعة القرارات ذات الصلة. هذه النقطة أيضا كان فيها يعني نقاش وإلحاح من طرف هيئة التدريس في الجامعات الثلاث التي تم التشاور مع هيئاتها الدراسية. ثم تأهيل الموارد البشرية وإنشاء نظام معلوماتي متكامل يسهل عمل الأساتذة والموظفين. ثم الرفع من ميزانية تسيير وتجديد وتجهيز بنيات البحث بمعدات علمية حديثة بمعايير دولية. دائما في هذا الشق يتعلق بالإمكانيات المطلوبة أو التي يتطلبها بطبيعة الحال منطقيا البحث العلمي. إعادة النظر في عدد من القوانين التنظيمية التي تخص توظيف الباحثين والأساتذة الباحثين الدوليين. إذن يجب أن نفكر في هذه المسألة لكي يكون هناك تلاقح وتبادل بين أساتذة دوليين لزيارة مؤسساتنا الجامعية والمساهمة في الرفع من تكويناتها وأبحاثها العلمية. ثم استقطاب الأساتذة الزائرين الدوليين مع تسهيل وتبسيط مصادر التمويل، ركز على هذه النقطة أيضا. وضع نظام أساسي لمنصب ما بعد الدكتوراه
هذه يعني في جامعة في مؤسساتنا مؤسسات التعليم العالي يعني نحن لا نشتغل ببوست دكتوراه لأن ليس هناك نظام أساسي لهذه النقطة. لح عليها الأساتذة لأنها مهمة جدا وجربناها نحن يعني في مؤسساتنا الطلبة المسجلين في الدكتوراه ولكن يعني يقومون بمساعدة أساتذتهم المشرفين في الدروس وفي المختبرات إلى آخره ولكن يجب أن تنظم هذه المسألة. ثم رصد ميزانية خاصة لتمويل برامج الحركية الوطنية والدولية للطلبة والأساتذة واستقبال الطلبة الأجانب. المحور الثالث هو تمويل برامج البحث العلمي. إذن هنا تم التنصيص على خلق وتعزيز ميزانية الابتكار البيداغوجي، تشجيع المشاركة في برامج المنح المتعلقة بالبحوث المشتركة بين الجامعات والمقاولات المغربية، إنشاء نظام يقظة استراتيجي لتحديد الحاجيات الجديدة للمقاولة، منح حافز ضريبي لتشجيع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على تمويل الأبحاث الجامعية، استفادة الجامعات من الإمكانيات التي توفرها الجهة. المحور الرابع تعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار، خلق خلية على مستوى الجهة لدراسة محاور بحث المختبرات وربطه بحاجيات الجهة ومشاريعها، توجيه الاختراع والابتكار نحو قضايا التلائم مع المنظومة المجالية والترويج لمنتوج البحث العلمي، رصد ميزانية خاصة لتثمين نتائج البحث العلمي والابتكار، تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي والابتكار وتشجيع استعمالها المشترك، تحفيز روح الابتكار والاختراع وحل الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذين المجالين. النقطة الثالثة والمكون الثالث في الجامعة المغربية بطبيعة الحال هي الأطر الإدارية والتقنية، ونحن نعرف جميعا كمسؤولين أن هذه الأطر لها دور محوري في الجامعة المغربية، ولهذا وجب إلى أهمية لهذا المكون وعبر ثلاث محاور هي ظروف العمل العامة، تقوية القدرات والتكوين المستمر، ثم الالتزام المتبادل. بالنسبة لظروف العمل العامة، وضع آليات للتشجيع والتحفيز، تشجيع التدبير الإلكتروني، توفير معدات الصحة والسلامة خاصة هذا بالنسبة لتوفير معدات الصحة والسلامة خاصة للموظفين الذين يشتغلون في المختبرات، تشجيع الأعمال الاجتماعية وتمويلها، تعزيز الموارد البشرية وتعويض المناصب الشاغرة. المحور الثاني هو تقوية القدرات والتكوين المستمر. وجدنا أن كان هناك إلحاح من طرف الموظفين لكي يستفيدوا من التكوينات المستمرة للرفع من مردوديتهم داخل المؤسسات الجامعية. إذن الرفع من كفاءات الموارد البشرية، توفير تكوينات إشهادية في اللغات والمعلوميات، تنظيم ورشات في تكوين المهارات الحياتية والتنمية الذاتية. إذن بالنسبة للمحور الثاني تقوية القدرات والتكوين المستمر، تحديد وتحليل مؤشرات للتقييم، إعداد دليل مرجعي للمهام والوظائف، إنشاء نظام معلوماتي يسهل التواصل بين الجامعات فيما بينها والوزارة الوصية، تنزيل نظام جديد مبني على إشراك الموظفين، اعتماد دليل مصادر العمل. النقطة الرابعة والأخيرة تهم اقتراحات القطب الجامعي. فيعني قمنا بتلخيص ما أشرنا إليه كله في ثلاث خانات: خانة المتعلقة بالطلبة، والخانة المتعلقة بالأساتذة الباحثين، والخانة المتعلقة بالأطر الإدارية والتقنية. هذه يعني خلاصة لما أشرنا إليه، أظن أنه لا داعي لتكرارها فهي موجودة في ثنايا العرض، وأشكركم على حسن استماعكم وتتبعكم. شكرا للسيد عميد على مداخلتكم الكريمة.